لو انت حبيت الفيديو اللي احنا كنا منزلينه عشان بتجيب فيه افلام ونبدا نتعلم منها بيزنس، فده المكان المناسب قوي عشان نركز بقى على مشهد معين ونتعلم منه كل حاجه المخ كان قصدي يوصلها في عالم البيزنس. لو انت عايز تتعلم ده، الحمد لله على السلامه في المكان الصح. الحمد لله على السلامه، انت مع اورجام. Please sit down. Welcome, everyone. I must apologize for dragging you all here at such an uncommon hour, but from what I've been told, this matter needs to be dealt with urgently. So urgently, in fact, probably should have been addressed weeks ago, but that is spilt milk under the bridge. So, why doesn't somebody tell me what they think is going on here? Mr. Tulda, as I mentioned earlier, if you compare the figure at the top of page 13... Jared, it's a little early for all that. Just speak to me in plain English. Okay. In fact, I'd like to speak to the guy who put this together. Mr. Sullivan, is it? Does he speak English? Sir? I'd like to speak with the analyst who seems to stumble across this mess. Certainly. That would be Peter Sullivan, right here. Oh, Mr. Sullivan, you're here. Good morning. Maybe you could tell me what you think is going on here. And please, speak as you might to a young child or a golden retriever. It wasn't brains that got me here, I can assure you of that. Well, sir, as you may or may not know, I work here for Mr. Rogers as an associate in the risk assessment and management office at MBS. Please, just relax, stand up, tell us in a clear voice what is the nature of the problem. Okay, well, as you probably know, over the last 36 to 40 months, the firm has begun packaging new MBS products that combine several different tranches of rating classification in one tradable security. This has been enormously profitable, as I imagine you noticed. I have. Well, the firm is currently doing a considerable amount of this business every day. Now, the problem, which is, I guess, why we are here tonight, is that it takes us, the firm, about a month to layer these products correctly, thereby posing a challenge from a risk management standpoint. مساء الخير، انا اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت. وزي ما كنت قلت في الانترو، ببساطه احنا النهارده مش هنجيب بقى افلام نتعلم منها، لا احنا هنركز على فيلم واحد، ومش بس فيلم واحد، لا ده على مشهد واحد جوه الفيلم ده، عشان نبدا نشوف كل التيبس اند تريكس او كل الدروس المستفاده من المشهد ده كان ايه بالظبط. والنهارده احنا بنتكلم عن فيلم اسمه مارجن كول. مارجن كول فيلم اتعمل عن الازمه العالميه الاقتصاديه اللي العالم كله مر بيها سنه 2008. لو ما اتفرج على الفيلم او لو انت من بره الفيلم يعني قريت عن الموضوع، هتفهم ان الازمه العالميه دي كلها جت من شركه واحده او من شركات عده، لكن الشركه دي اضخمهم هي اللي بدات التشين رياكشن ده، هي اللي بدات السلسله دي من الـ من الـ 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 المشاكل اللي بدات تحصل في سوق البورصه اللي بالتالي وقع كل العالم مش بس الاقتصاد الامريكي. ليه؟ لان ببساطه اصل المشكله جاء من ان المورتج او الرهن العقاري بدات البنوك تاخد، لا يا جماعه هاتوا الشقق بتاعتكم انتوا ما دفعتوش، هاتوا البيوت بتاعتكم انتوا ما دفعتوش، فبالتالي بقى في بيوت وشقق كتيره جدا لكن مفيش فلوس. يعني ده اصل المشكله. واحده واحده بقى، المشهد ده بالنسبه لي والفيلم والله ككل، لكن المشهد ده بالنسبه لي هو اهم مشهد في الفيلم، والفيلم ده بالنسبه لي هو اهم فيلم في الافلام اللي ناقشت المشكله الاقتصاديه او الازمه الاقتصاديه العالميه. ليه؟ المشهد ده اتكلم على سبع دروس من سبع حتت مختلفه في البيزنس. قليل لما تلاقي كده، لا ده في واحد بيبقى مركز مثلا على الليدرشيب، ده في واحد بيبقى مركز على المانجمنت ليفلز، لا ده مش بس ركز على مهارات القياده او على مستويات الاداره، لا 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 لا، ده الفيلم اتكلم في سبع دروس. يلا بينا نمشي فيهم واحده واحده. واحد، ميتنج الانسرتينيتي، ميتنج الكرايسيس، الميتنج اللي بنعمله في عز المشكله والميتنج اللي بنعمله في عز الازمه، الميتنج اللي بنعمله في الوقت اللي احنا مش عارفين بالظبط الدنيا ماشيه فيه ازاي. الميتنج ده في منتهى الاهميه، ان كل واحد يبقى داخل ومحضر بالظبط هو هيقول ايه، مش اللي هو يا جماعه ده المشكله حصلت، و يا جماعه ده يلا بينا نخش نتقابل، طيب ايه بقى، طيب انا محتاجك انت تدور لي على ده وانت تدور لي على ده، يلا بينا نقعد
ندور وبعدين نيجي نقعد نتكلم. لا ده أول مشكلة حصلت، كل واحد عمل الهوم ورك بتاعه وكل واحد عمل الأناليسيس بتاعته، بعد كده اتجمعوا ويلا بينا نخش نشوف بالظبط هنقدر نعمل ايه. في الميتنج ده خدوا قرار. ليه؟ لأن كل واحد داخل دارس خلاص، احنا كلنا بريفد، كلنا حصلنا توجيه في المشكلة، فبالتالي خلاص احنا عارفين هنعمل ازاي. ده أول درس. تاني درس، في حتة في المشهد ده أنا في كل مرة بدي برنامج تدريب لحد سنه صغير بفكره بيه. لو تاخد بالك السي او او رئيس مجلس اداره لما دخل وبدا يقول للولد اللي سنه صغير قوم اشرح لي ايه المشكله، قال له ايه؟ قال له اشرح لي كانك بتشرح لعيل صغير او كلب جولدن ريتريفر، كانك بتشرح الموضوع لعيل صغير او كلب. خليني اكد لك ان انا ما وصلتش للكرسي ده بسبب ذكائي. يا سلام يا سلام. يعني هو عايز يقول له ان خلي بالك انا مش موجود هنا لان انا احسن واحد فيكم، انا موجود هنا لان انا اكتر واحد عرفت اعمل علاقات نتورك، انا موجود هنا لان انا احسن واحد بعرف اقف اتكلم كوميونيكيشن وبرزنتيشن وببليك سبيتش، انا موجود هنا لان في عندي ببساطه شويه مؤهلات مش تقنيه، مؤهلات اداريه وغيره وغيره وغيره. ما اللي انت لو شغال اكيد هتبقى فاهم ان هي لازم تكون عندك كسوفت سكيلز اللي احنا بنسميها سوفت سكيلز لكن مش تقنيا. الحته دي فوتها اهميه. الحد بتقول لك زي ما انت هتشتغل تكنيكلي لازم تروح تشتغل على السوفت سكيلز بتاعتك، لازم تروح تشتغل على علاقاتك، لازم تروح تشتغل على الدنيا هتمشي ازاي بره اوضه الاجتماعات وبره المكتب بتاعك. الحد دي في منتهى الاهميه. وده الدرس التاني. الدرس التالت، المدير ما بيشتغلش يا جماعه والله. ايه؟ المدير ما بيشتغلش بايديه. مانجمنت از جيتنج جوب دون ثرو بيبل. الاداره هي اتمام الاشياء من خلال الناس، من خلال الافراد، من خلال الفريق بتاعك. يعني انا مفروض كمدير ابقى قاعد والناس اللي عندي، الناس اللي معايا، الناس اللي في التيم بتاعي بيشتغلوا، وانا براجع الشغل، وانا بديهم كوتشنج، بديهم توجيه عشان يعرفوا يشتغلوا، بديهم حل للمشاكل اللي بره السلطات بتاعتهم، بديهم تدريب لو محتاجين تدريب تقني عشان يعرفوا يعملوا الشغل. بالتالي لو في مشكله حاصله فانا مش لازم انا اكون انا اللي عارف اعملها بايدي، انا لازم اخد داتا من الناس اللي على ارض الواقع وبالتالي اعرف اخد قرار. الحته دي في منتهى الاهميه، لان انت لو فضلت انت كمدير حاطط ايدك في كل حاجه في الشغل مش هتعرف تعمل شغلك اللي هو اصلا، اللي هو كل ما بتكبر فوق كل ما التقني بيقل وكل ما انت بتبدا تروح وتجري على حته تانية استراتيجيه او تكتيكيه وتخلي الناس لا هي عارفه تركز في شغلها، هي اللي بتعمل الشغل. فالثلاث مستوى بتوع الاداره، مستوى استراتيجي ومستوى تكتيكي ومستوى تشغيلي، مفروض ده ما يدخلش في ده وده ما يدخلش في ده. وده ثالث درس. رابع درس، لو تاخد بالك في الاجتماع ده الناس كانت بتزق بعض عشان تتكلم. دي بقى حاجه في السوفت سكيلز. في ميتنج زي ده ما تتكلمش غير في حالتين، لو انت الاونر بتاع المشكله، لو انت كل الداتا عندك وهتتكلم بس ان ترمز اوف داتا، هتتكلم بس بالمعلومات ومش تبدا تقول اي حاجه تانية غير لما يطلب منك طب قول لي رايك ايه بقى. اتنين، غير لو طلب منك ما تجاوبش، احنا في وقت مصيبه، في وقت الكرايسيس حاصل. وده رابع درس. خامس درس، حاول على قد ما تقدر لما تيجي تتكلم في ميتنج زي ده حضروا ناس من التسويق وحضروا ناس من الماليه وحضروا ناس من سياسه الامداد والتوريد، ما تتكلمش بمصطلحات لان ممكن الناس الثانيه ما تكونش فاهمه المصطلحات دي، فلازم تخلي كلامك بسيط جدا لغايه ما يطلب منك يقول لك لا احنا فاهمين، لو سمحت ابدا زود المصطلحات او ابدا قول لي، او يبدا الفرد الثاني يقول لك طب وهو الكي بي اي، لا انا بدات انت تستخدم مصطلحات فانا خلاص من حقي ما دام انت استخدمتها كواحد من بره المجال ابدا انا استخدمها. وده خامس درس. سادس درس هو الجيمبا ووك. يعني ايه جيمبا ووك؟ كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو كنا منزلوه من زمان عن حاجه اسمها روت كوز اناليسيس. يعني ايه روت كوز اناليسيس؟ حضرتك محتاج تحدد المشكله دي مصدرها ايه. يبقى لازم انزل واروح لغايه مصدر المشكله. عشان كده السي اي او جاب الطياره الهليكوبتر بتاعته ووصل لمكان اللي فيه المشكله وقعد يتكلم معاهم. دي حته في منتهى الاهميه، عشان احنا قلنا ان المفروض المدير ما يتدخلش بنفسه لكن في نفس الوقت ما يبقاش منعزل. وده سادس درس. اهم درس بقى هو الدرس اللي جاي. احنا دلوقتي داخلين نتكلم في مشكله، احنا دلوقتي جايين داخلين نتكلم في مشكله متكرره او داخلين نتكلم في مشكله جديده لاول مره. الامريكان عندهم مثل يقول لك elephant in the room، المشكله الكبيره اللي كله بيحاول يتجنبها. دي حاجه في منتهى الاهميه، ودي مش موجوده في المشهد اللي احنا جبناه في الاول
لكن لو كنت كملت المشهد ده 9 دقايق كله، فاحنا ما نقدرش نحط 9 دقايق كلهم عشان ما يبقاش كتير، لكن لو كنت كملت 9 دقايق بقيته كنت هتفهم بقى ان في نقطه كلهم كانوا مش عايزين يتكلموا عنها، وهي القرار اللي هياخدوه واللي بالتالي سبب الازمه الاقتصاديه العالميه دي، كله عمال يهرب منه لغايه ما قام مدير الولد اللي قطع على المشكله، اللي هو الولد اللي قام اتكلم ده اللي شبه سوبرمان ده. المدير ده لما قام، اللي هو المدير ده اللي هو كيفن سبيسي، لما المدير ده قام وبدا يتكلم مع السي اي، وحتى هما الاثنين نرفزوا على بعض، لان هي دي الحته اللي احنا كلنا جايين بنحاول نبعد عنها ونهرب منها. بكده في مشهد واحد احنا اتعلمنا 7 دروس في المانجمنت او في الاداره مختلفين ومصادر مختلفه، فيها من حاجات في السوفت سكيلز، وفيها حاجات من جوه السوفت سكيلز في الليدرشيب خصوصا، فيها حاجات في مستويات الاداره، فيها حاجات في الكوميونيكيشن اكروس او في الكوميونيكيشن ما بين الاقسام المختلفه. لو الفيديو عجبك قول لنا مشاهد انت شفتها في البيزنس، خلينا نفيد بيها ناس تانية، او اقترح علينا مشاهد. شكرا، واشوفكم دايما بتتطوروا على الف خير.